السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء الجديد من الدورة ديالنا اللي هي دورة السيمفوني 5. في الجزء السابق قلنا لو شون ديالنا اللي هو ليماج في لا طابل ديالنا اللي يوزر، وزدنا سيدي افيشينا ليماج ديال اليوزر. هادي ايماج غي بار ديفو، على ما نزيدو ليماج الحقيقية. فأول حاجة غادي نديروها هي خصنا نزيدو الفورم ديال لاجو ديال، فالفورم غنزيدوها عادية، ما غاديش نزيدوها بداك الطريقة اللي كتعرف، الطريقة زعما اللي درنا. فغادي نزيدوها بالطريقة اللي هي عادية. فعندنا هنايا الفورم، غادي نزيدو الباط اللي غادي زدينا ليلو هاد الباط، غادي نزيدوه من بعد، غادي نسميوه ابلود ايميج. هنا الميثود غادي تكون بوست، وهاد الفورم وما تنساش واحد القضية حيت ديما كنساها، هي حيت الفورم غادي تصيفط فيشي، فخصنا نزيدو الانك تيب ونعطيوها ملتي بارت فورم داتا، حيت هاد القضية ديما كنساها. غنزيدو واحد الانبوت فايل، نعطيوه في السمية ايماج وفي الايد ايماج، وهنا غادي نهبطو لتحت وغنزيدوه واحد الكلاس، غادي نعطيوها فورم كنترول. وهنايا غادي نزيدو واحد الباطن، غادي نعطيو واحد الكلاس بيتا ان برايمري، وغنعطيو واحد الام ايكغيك ديال جوج، بيتا ان برايمري. وهنا واحد المارجين توب اند بوتوم ديال جوج، هنا غادي نعطيو فاليدي، هنا غادي نعطيو التايب ديالو غادي يكون هو السبميت. فدابا الفورم ديالنا زدنا هذا، بعد الباط هذا خصنا نزيدوه. فإلا جينا لهنايا فغادي نكوبي هاد الفونكسيون هادي وغادي نزيدوها هنايا، نكوبيو هاد الفونكسيون هادي غنزيدوها هنايا. اليورال ديرو مثلا ابديت سلاش ايميج، وهنا نسميوه داك السمية اللي زدنا في الفورم ابلود ايميج، وهنا غادي نسميو الفونكسيون ابديت بروفايل ايميج. وهنايا غادي نديرو الكود اللي غادي نزيدو به ليماج. فاول حاجة غادي نريكوبيريو ليماج باش نريكوبيريوها غادي نخدمو بالريكويست، ما غاديش نخدمو حيت ما خدامينش بالفورم، فغادي نخدمو بالريكويست. نديرو الريكويست ما تنساش تريكوبيريها الفوق كما العادة دائما وابدا، ما هي الريكويست؟ تريكوبيريها من الاتش تي تي بي فاونديشن. فعندنا الريكويست، وعندنا الريكويست رقم جوج اللي هي الفاريابل. هنا قلنا غادي نخدمو بالريكويست، فالريكويست عندها واحد الفونكسيون سميتها فايلز، وهاد الفونكسيون فيها جيت وكنريكوبيري ليماج. فهذا شنو هنا؟ هنا كنريكوبيري الفيشي اللي هو ايماج، فين كاين هاد الفيشي؟ هو اللي كيجيني هنايا في هاد الانبوت اللي النيم عندها ايماج. من بعد ما كنريكوبيري كنعطي واحد السمية لهاد الايماج، غادي نقول ايماج نيم، كنريكوبيريها من ايماج جيت كلاينت اوريجينال نيم. فبهاد الفونكسيون هادي باش كنريكوبيري السمية ديال ليماج، مثلا السمية ديال ليماج هالو بوان بي ان جي، فهاد ايماج نيم غادي تكون فيها هالو بوان بي ان جي. باش كنريكوبيريها كنريكوبيريها بهاد جيت كلاينت اوريجينال نيم. دابا النيم عندي هنا وليماج عندي هنا. تاني حاجة غادي نديروها هي غادي نصيفطو ليماج، ليماج خصنا نصيفطوها، وغادي نديرو موف خصنا نصيفطوها لواحد الدوسي اللي غنزيدوه. وهنا غادي نعطيو السميه ديال ليماج، هنا ايماج نيم. بالنسبه لهاد الدوسي هذا فخصنا نزيدوه، فين غنزيدوه؟ غنزيدوه في الدوسي اللي هو بابليك. فانا ديجا راني كنت زدتو حيت كنت كنتيستي هنايا، كنت كنصيفط لي زيماج. فغادي تجي للبابليك وغتزيد واحد الدوسي سميتو ابلودز، هاد الدوسي ابلودز هو اللي غنزيدو فيه لي زيماج ديالنا. وباش لابليكاسيون تعرف بان لي زيماج ديالنا خصهم يمشيو
يمشي ولا الدوسي ابلود ضروري ما خصنا نديرو واحد الموديفيكاسيون نقولوا لها فين هاد ضروري ما خصنا نقولوا لها فين هو هاد الدوسي. فباش نقولوا لها فين كاين الدوسي فين غتانستالي فوخا حنا فين غتستوكي لي زيماج وخا حنا زدناه تما فالابليكاسيون ديالنا ما غاديش تعرف فين نتي ضروري ما خص تزيد في هذا الفيشي اللي هو سيرفيس فين هو هذاك سيرفيس سيكيوريتي فين هو سيرفيس فيشي سيرفيس فين كاين فهو هو هذا راني ديجا انا فاتحه ما عرفتش فين عندي هنا كاين هنا سونسيو سيكيوريتي هو في كونفيغ سيرفيس انا مشيت للباكيج داخل هذا السيرفيس هذا هنايا في باراميترز كتجي لهنا فين هنا كي كلينيوطي هذا الكرسور تجي مقدم عادي وغادي تزيد السميه غادي تسمي اي حاجه بغيتي غير السميه انا غنسميه ايميج دايركتوري ولكن هذه القيمه اللي كاينه هنا هي اللي خصك دير فغادي دير كيرنل هكذا بوان بروجيكت تيري داير يعني دايركتوري فهاد لا ليني هاد الطرف هذا شنو كيعني كيعني البروجي ديالك هاد البروجي هاد الدوسي هذا اللي فيه البروجي انا سميتو سيمفوني 5 كورس التسميه اللي عندك فكتعني هاد الدوسي هذا ودابا غادي نقولوا له فين غادي يستوكي ليماج غيمشي سيدي البابليك بابليك سلاش ابلودز فكيف قلنا هادي كتعني البروجي ديالنا السميه البروجي ديالنا وهذا غيمشي للبابليك بابليك اللي عندنا الدوسي اللي ديجا كاين وغيمشي الابلودز الدوسي اللي زدنا هنايا هنايا ابلودز وهذا فدابا هو اوتوماتيكيا غيعرف بانه لي زيماج غيستوكيهم هنا فهاد الايماج دايركتوري غادي نكوبيها غادي تكوبي السميه اللي درتي انت سواء درتي دايركتوري او اللي درتي شي سميه اخرى فما تنساش بان هادو راه خصهم يكونوا في ليني وحده يعني يكونوا مقدين ما تكونش شي وحده زايده لهنا ولا راجعه لهنا ولا فتجي مقدمه هادي دابا سيدي هنا غادي نقولوا له بانه راه بغينا نستوكيو هاد ليماج هادي ولا بغينا نديرو لها الابلود في داك الدوسي اللي زدنا باش نريكيبريو غنقولو ديس كات باراميتر كنريكيبريو الباراميتر اللي هو هاد الباراميتر هذا وكنعطيو السميه ديال الباراميتر اللي بغينا الباراميتر اللي هو هاد ايماج دايركتوري هي هاد الدايركتوري هادي اللي زدنا هنايا كيف قلنا هي الابلودز دابا سيدي هو ملي غيدير الابلود غيدير لك الدايركتوري وغيصيفط السميه ديال ليماج ودابا شنو بقى لنا نموديفيو هذاك اليوزر اللي دابا راه كونيكتي خصنا نموديفيو له هاد الشون اللي هو ايماج والحاجه غادي نديروها هي خصنا نريكوبيريو داك اليوزر باش نريكوبيريو اليوزر راه ديجا شفناها غادي نديرو يوزر ايكالا ديس جيت يوزر يعني اليوزر اللي راه كونيكتي غنقولو يوزر سيت ايماج سيت ايماج هي هذيك اللي كنا زدنا في الجزء السابق عندنا جيت ايماج و سيت ايماج سيت ايماج هنايا غادي نعطيو السميه ديال ليماج اللي هي هاد السميه اللي زدنا ايميج نيم هي هادي هي شتيها ومن بعد غادي نخدمو بداكشي الانتيتي ماناجر اللي كنا خدمنا بها من قبل فغادي نجي غادي نكوبي هاد الستور هادو اونتيتي هادشي كوبيهم غير من الريجيستر كونترولر وغادي نرجع لهنايا وغادي نجي لهنا ونزيدهم هنايا فعندي الانتيتي ماناجر جيت ماناجر وكندير بيرسيست يوزر باش هاد ليماج اللي زدنا تزاد في لاطاب اللي هي يوزر ومن بعد ساكسس ونقولو بروفيل موديفي بروفيل موديفي وغنصيفطو لليوزر السميه ديال هاد الكونترولر اللي ولا السميه ديال الروت هذا بروفيل غادي نعاودو نرجعو اليوزر للبروفيل ديالو وما تنساش تريكوبيري هاد الفلاش باك باش ما يعطيناش ايرور فغادي نشوف فين عندي هنايا
فين زدتها؟ هي هادي، نزوها ونزيدوها هنايا، فحيت غادي نخدمو بيها غير في هاد البروفيل، ماشي مشكل الا درنا على فلاش باك انترفاس، ونديرو لها الامبورت. تنساش دير لها الامبورت الفوق كما العادة. هي هادي فشنو السمية ديال داك الفاريابل، نحيدو هاد الديس هادي حيت خدامين بيها حنايا غير هنا، فسميناها فلاش ميساج. فغنجي لهنا ونبدلها مع الانترفاس، نسميها فلاش ميساج باش كنافيشيو باش كنافيشيو الميساج ديالنا. فارانا دابا نتيستيو ونشوفو هادشي اللي عندنا اللي زدنا واش هو هذاك او لا لا. فارانا دابا نجربو سيزي، غادي نسيليكسيوني شي ايماج، فالفورم ديالنا هي هادي، سيليكسيوني ليماج، ايماج عندي هنايا مثلا هاد السيمفوني 5 هادي، غادي نديرو فاليدي. فنعين على ما ياتينا، فهو عاود ردني البروفيل، يعني ليماج راه دازت. الى جينا لهنا درنا باركورير، فهي السيمفوني 5.png، و الى مشينا للدوسي ديالنا اللي هو بابليك، فالا طلعنا هنا هي السيمفوني 5.png، الى شفنا في الدوسي غادي تلقى هذه هي ليماج. دابا شنو بقى لي غير نافيشيو ليماج هنا في البروفيل ديال اليوزر، افيشيو ليماج ديالو، نشوفوها في الجزء الجاي. فغادي نوقف هنا، عجبك هادشي جيم بارطاجي تابونا في لاشين، فمازال غيكون الجديد، مازال غادي نزيدو شي حوايج اللي غادي يكون الخيال العلمي، فما تبخلش علينا بجيم وبارطاجي وتابوناو في لاشين، ونتشوفو في الجزء القادم.